واليوم قصة معاناة جديدة نطلع عليها من خلال لقائنا مع باسمة محمد كريم، نرحب بها عبر السكايب. أهلا وسهلا بك يا باسمة. أهلا وسهلا فيكم. وعليكم السلام، أهلا بك. أخبرينا باسمة بداية عن قصة لجوئك إلى الدنمارك. قصة لجوئي، أنا زوجي لجأ إلى الدنمارك نهاية 2014، هو وبنتي الكبيرة. لما وصلوا على الدنمارك حصلوا على إقامة نوع 7-3 اللي هي حكاية. هو ما قدر يعني شمال، لأن هن عفوا هاي الإقامة اللي هي حماية وما استندوا على أسباب لجوءه اللي قدمها. قدم تظلم لمحكمة تظلم اللاجئين، بس ما أخذوا بعين الاعتبار، لأن هن استندوا على أنه هو بيعمر فوق ال 42 عام، نعم. وهن هذا السبب. فبعد سنة بنهاية 2015 نحن كمان بسوريا تعرضنا لكثير مشاكل، واضطرينا نهرب كمان من النظام المجرم إلى الدنمارك، ولحقنا بزوجي. كمان نحن أنا وعندي 4 أولاد، بنتي الكبيرة كانت طالعة مع أبوها، وأنا وبنتي الثانية وبنتي الثالثة وابني طلعنا سوا. يعني أنا طلعت مع 3 أولاد عبر البحر طبعا. نعم. وصلنا على الدنمارك وقعدنا بالأسول سنتر فترة من الزمن، طبعا بعاد عن زوجي. بعدين أخذنا إقامة، نفس الإقامة اللي حصل عليها زوجي اللي هي إقامة ثنائي، أنا بما أنه موضوع نحن نساء. الإقامات، معلش باسمة اسمحي لي بدي أسأل، كل فرد من أفراد عائلتكم حصل على إقامة شكل مش هيك؟ لا، نحن بالبداية كلياتنا على نفس نوع الإقامة، لأن ابني كان من تحت السن القانوني، كان صغير. وبنتي لما صار عمره ابني فوق 18 استدعوا له مقابلة، واعتمدوا نعم. على ملفنا السياسي بسوريا وعلى الكلام اللي حكاه ابني، فأعطوه إقامة سياسية على هذا الأساس. كمان بنتي الثانية لما كمان استدعوها لمقابلة ثانية، هي مع إنه كانت فوق 18 لما لجأ أنا وياها، وحصلنا على نفس نوع الإقامة، بس هي قدمت استئناف بعد مقابلة ثانية تعرضت لها وحكت أسباب لجوءها لمرة ثانية، وقدمت لهم إثباتات حتى هن مددوا لها الإقامة ولكن ما غيروا لها نوعها. فهي قدمت لمحكمة التظلم استئناف وحصلت على إقامة سياسية. نعم. طيب فعليا انتم طوال 5 سنوات في الدنمارك اشتغلتوا ودرستوا لحتى الآن، خبرينا عن طبعا تفاصيل ذلك. هلا زوجي خلص لغة وبيشتغل تقريبا من 2017 لحد الآن، هو بيشتغل ونحن مستقلين ما بناخذ أي مساعدات. أنا درست، خلصت الإعدادية 9 والعاشر، وأنا بدرس رعاية صحية، بخلص شهر 10 السنة القادمة إن شاء الله، وأنا بشتغل وبدرس. نعم. طب خبرين، نعم تفضلي كملي. بالنسبة لأبنائي، بنتي الكبيرة عم تدرس ثانوية، وهي تزوجت هون بالدنمارك وعندها ولدين، وزوجها حاصل على الإقامة السياسية وهي إقامتها موقفة تقريبا من 1.5 سنة. بنتي الثانية هي هلأ عم تدرس صيدلة، بما أنه عادت الدراسة كلها يعني من الإعدادية للثانوية، خلصت الثانوية وهلأ عم تدرس صيدلة في الدنمارك، نعم. وابني كمان بالثانوية. وبنتي الصغيرة ما بتعرف تحكي عربي على قد ما بتحكي دنماركي، يعني لأنه هي إجت لهون كان عمرها 7 سنين، وهلأ عمرها تقريبا 14 سنة، نعم. فهي ما يعني كتير كلمات عربية حتى ما بتتذكرها ولا بتعرفها. طيب خبرينا كيف وصلكم قرار الترحيل؟ هلأ نحن لحد الآن ما وصلنا قرار ترحيل، ولكن نحن بدون إقامات عم ننطر، عاملين مقابلة من شهر 4 سنة 2021. بنتي الكبيرة صار لها أكثر من 1.5 سنة بالإقامة، أنا إقامتي انتهت، عم ننطر قرار شو بدهم يعني شو بدهم يعملوا معنا. بس نحن منحدرين من دمشق، ومن وكل أهالي دمشق وريف دمشق يعني حاصلين على الحماية،
الدنمارك فعم يجيهم الرفض، نعم إلا إذا تغير، إلا إذا أخذوا بعين الاعتبار أسباب اللجوء الحقيقية. يعني بس ما هن سمعتوا بناء على القصص اللي بتسمعوها عن اللاجئين السوريين في الدنمارك، انتم فعليا الان مهددين بالرحيل باي لحظه طبعا او الترحيل لانه مش عم تتجدد اقامتكم. طبعا، لأنه نحن هلا ناطرين، يعني ناطرين اللي عم ننطره. هلا صرنا تقريبا 7 شهور أو أكثر من شهر 4 إلى الآن عم ناطرين رد وما في رد. بنتي صار لها سنة ونص ناطرة وما في أي رد، وكل في ناس كثير بعد سنة عم يجيهم الرفض. حتى بالنسبة للأفراد منكم اللي أخذوا إقامة سياسية، أو مثلا بنتك اللي بتدرس صيدلة، أيضا هي مهددة بالترحيل بأي لحظة؟ لا هلا هي بنتي هلا بما انه حصلت على الاقامه السياسيه هلا ما عاد في ترحيل لها، وابني حاصل على الاقامه السياسيه ما في ترحيل له، يعني مهددين بالترحيل هو انا وزوجي وبنتي الكبيره وبنتي الصغيره. نعم. بالرغم من انه بنتي الكبيره عندها ولدين ومتزوجه وزوجها اقامته السياسيه. نعم باسمة، أنتم فعليا منحدرين من عائلة معارضة للنظام السوري، ويعني هددتوا وتم اعتقال أفراد منكم. هل قدمتوا هذه الوثائق وهذه المعطيات لمنظمات حقوقية أو محامين في الدنمارك بحيث أنه تمنحكم أكثر أو جميعكم يعني حق اللجوء السياسي؟ هلا نحن قدمنا كثير ل يعني لوزاره الهجره للهجره، لانه نحن لسه ما وصلنا. لا هلا بالنسبه لبنتي ايه طبعا لما استأنفت المحاميه يعني عملت شغلها وعلى هي هذا الاساس اخذت المقام السياسي. نعم بس هن يعني اما نحن لسه للهجره، فقط للهجره، لان نحن عملنا مقابله وحكينا كل المعلومات اللي للهجره، نحن ناطرين. بس الاغلب حتى انه هنا ما عم ياخذوا، لانه هنا كمان لما بمحكمه التظلم حتى لبنتي قالوا لها انه يعني ما كثير انه عم ياخذوا بهي الاسباب، حتى يعني قالوا لها هن انه ما تحكي لنا شيء عن شو عملتي بالدنيا. أها لهي الدرجة. اول ما قعدت قالوا لها احكي لنا عن حالك بس ما تحكي لنا شو عملتي بالدنيا. ما بدهم بس يعترفوا يعني يعني بهذا الموضوع؟ هنا ما بدهم، يعني اي عمل عندك او اي دراسه ما عم ياخذ يعني الاعتبار هذا الشيء، طيب عم ياخذوا أيضا من بعين الاعتبار. الأسئلة المطروحة باسمة، إنه ليه كل فرد من أفراد العائلة أخذ إقامة شكل؟ يعني ليه ما تم منح الإقامة السياسية مثلا لكل أفراد العائلة مرة واحدة، علما إنكم لجأتوا سوا؟ هلا هي الامور، هلا بنتي هي قدمت استئناف، نحن ما قدمنا استئناف. ابني كان تحت سن 18 ودعوا له مقابله وقت صار عمره 18 وحكوا على هذا الاساس انهم غيروا له نوع اقامته. نعم بس انا زوجي قدم استئناف قبل ما انا اجي على الدنمارك، بعد ما حصل على الاقامه، لما شاف انه هو حصل على الحمايه وهو يعني عنده اسباب سياسيه، فهذا قدم تظلم بس ما اخذوا بعين الاعتبار. طيب الآن ما هي السيناريوهات المتوقعة فعليا لعائلتكم في حال لم يتم تجديد الإقامات؟ هلا في حال ما تم تجديد اقامات راح تنفصل العائله، لانه في ناس راح يحق لهم يضلوا هون، يعني في عندي ابني وبنتي راح يحق لهم انه يبقوا هون، نعم وفي انا وبنتي الكبيره وزوجي وبنتي الصغيره. يعني اذا ما تم تغيير نوع الاقامه راح يقولوا لنا انه الله معكم راح نطلع، راح يصير انفصال بالعائله، وبنتي عندها زوج وولدين وزوج اقامته السياسيه، كمان راح تنفصل عائلتها. هل في خيارات أخرى غير الترحيل لسوريا مطروحة لديكم، سواء ترحيل لبلد آخر أو يعني أي خيار آخر؟ عندنا خيار ثاني، يعني نحن الخيار ما في خيارات، نحن عندنا بصمات لجوء وصعب كثير انه تنتقلي من بلد لبلد. نعم، لو عدتم لسوريا باسمة، ما هو السيناريو المتوقع؟ هلا إعادة لسوريا ما في، يعني مستحيلة، يعني ما يعني نحن حتى جايينا تهديدات من سوريا، جايينا كثير معلومات عنا، يعني ما بنقدر، ما فينا نرجع، يعني في حال رجعنا هو الموت، اكيد الموت او يا الاعتقال الله. تعذيب، ما في يعني ما في احتمال ثاني، لانه هذا هو السيناريو اللي راح يصير، يعني فرجعه ما يعني مستحيل ما فينا. يعني حقيقة نرجو لكم السلامة باسمة، وأن تحل هذه الأزمة على خير. شكرا جزيلا باسمة كريم، اللاجئة السورية في الدنمارك.